يرجع يبقى كده. هو في حاجه في الورق الاعداد ده زميلي مكسر حاجه مكسره عشان الكلام ده؟ لا يا استاذ. طب هم حاطينه لنا ليه طيب؟ يعني ده نبعك ولا ده بس تداعيات موسيقيه؟ بس يعني انا قلت ما تيجي فينا ما فيش وكيل نيابه خد قدامه امبارح في التحقيقات الا وكان تعليقاتي وكل شباب بالمناسبه تربيع الاهتمام. هو حاسس انه مهنيا هو بيتهزأ. هما جايبين يوم جمعة وفجاز علشان كلام فارغ. عايزين يحتفلوا ولا ما يحتفلوش من عندي. دول نصير لك. وده هيبقى قرض بعد ساعتين ثلاثة أو ثلاثين ثلاثة. وقف على ذلك الكثيرين. فما نخليش فكرة إن الدولة بتحاول تدخل ضباط المباحث قضاة وهذا حقيقي. إنما في النعمة إن إحنا نكسب في القضاء اللي هم ما هماش.